مصر تتميز بجمال شواطئها طبعا، يعني ما حدش يقدر ينكر ده، تنوع في الاحياء المائيه، شعاب مرجانيه، اسماك نادره ومتنوعه، وده اللي خلى مصر قبله لهواة الغطس ومحبي السنوركلينج. في الايام اللي فاتت ظهر في الغردقه القرش الحوتي بهلول، وكان في قبلها يعني ظهور مميز لبعض انواع الحيتان في الساحل الشمالي، واحنا شايفين صوره جمانة من القرش اللي ظهر في البحر الاحمر. طيب خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الحيتان دي، ازاي بيعتبر وجودها عامل جذب سياحي، من دكتور محمود معاطي مدرس الاحياء البحريه بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد، صباح جميل يا جمانة، أهلا، صباح الخير على مصر كلها. صباح الفل، أهلا بيك. يعني في البداية لو تكلمنا عن أبرز أنواع الحيتان اللي بتظهر في البحر الأحمر حتى كمان في البحر المتوسط، بما أنه دلوقتي خلاص موسم السفر أكتر لمطروح والإسكندرية، فبيبقى فيه كده إحنا عندنا معتقد أنه البحر المتوسط ما فيهوش حيتان، هل في حيتان ولا ما فيهوش حيتان؟ وكمان أنواع الحيتان الموجودة في البحر الأحمر. لا، هو البحر بحر في اي حته، احنا عندنا طبعا حيتان موجوده في البحر المتوسط زي الحوت الاحدب، الحوت المنقار، حوت كوفير اللي ظاهر من كام يوم على الساحل. دي كلها مجموعه من الحيتان الموجوده في البحر المتوسط، وموجود عندنا في البحر الاحمر في اربع انواع متسجلين في البحر الاحمر: الحوت الازرق والحوت الاحدب والحوت الكاذب القاتل. فدي بيئه بحريه، وجود الكائنات دي عندنا في البيئه المصريه بيدل ان هي بيئه نظيفه، يعني حسنه بتسمح بوجود هذه الكائنات، مش ملوثه، لا، بيئه جميله يعني. جميل. طب دكتور محمود، ايه بقى قصه القرش الحوتي بهلول؟ القرش الحوتي بهلول، القرش الحوتي هو نوع من انواع القروش، انا عايز اقول ان هو اكبر انواع الاسماك الغضروفيه او اكبر انواع القروش الموجود على سطح الكوكب او على في بحار الكوكب بتاعنا. ورغم ان هو اكبر انواع القروش الا انه قرش مسالم، انه لا يمتلك اسنان، مش بيهاجم الانسان، مش بيهاجم الكائنات الكبيره، بالعكس هو يعني ربنا خالق له اسنان على شكل فرشه، بنسميها اسنان فرشيه، مش حاده، لكن ما بيهاجمش اي بشر، يعني ما بيهاجمش، لا 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 خالص، ما بيهاجمش حتى الاسماك الكبيره. قرش اليف يعني، نقدر نقول قرش اليف، يعني هو بيتغذى كمان بطريقه الفلتره، ان هو بيسحب الميه جوه تجويف الفم وبيبدا يفلترها عن طريق الخياشيم، وبيبتلع الكائنات الصغيره، الاسماك الصغيره فقط. هو من الانواع المميزه عندنا في البحر الاحمر المسالمه اللي ما بتهاجمش الانسان. جميل. طيب يا فندم، يعني حضرتك قلت ان في بالفعل انواع كتير جدا من الحيتان والقروش بتبقى موجوده في البيئه البحريه في مصر، انها مش مختلفه عن اي بيئه بحريه تانية، فطريقه التعامل معاها هل كلها لا تمثل خطر؟ هل في طريقه تعامل مثلى ليها؟ يعني لو حضرتك تكلمنا عن النقطه دي، لان احنا كنا بنسمع انه في ناس بتتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي على طرق للتعامل لو شخص قابل قرش في البحر. هو قبل ما نقابل القرش في البحر احنا لازم ناخد الاحترازات علشان ما نقابلش القرش في البحر. اول حاجه ما نخشش في المنطقه العميقه، يعني ما السباحه مش متطلبه في البحر، حتى البحر ده دكتور محمود بس استاذن حضرتك لو تغير المكان اللي حضرتك متواجد فيه عشان الشبكه، عشان نسمع حضرتك بشكل افضل. تمام. بقول لحضرتك ان احنا نتفادى اصلا ان احنا نقابل القروش على البحر، ان احنا ما ننزلش في المياه العميقه، ما نستخدمش الاكسسوارات اللي بتلمع في الميه. في بعض السيدات احنا بنشوفهم بتنزل البحر فول ميك اب، لا، كل الروائح بتجذب انتباه القروش. نتعامل مع البحر يا جماعه كاننا نازلين حمام سباحه. ثانيه واحده يا دكتور، يعني الميك اب او مسحيه تجميل بتستفز القروش او الحيتان؟ بتكذبها، لان هي ريحه غريبه على البيئه البحريه، فدي بتعمل فضول للقروش، والقروش من المعروف ان هي كائنات فضوليه جدا. فبتيجي خاصه ان حاسه الشم عند القروش قويه جدا.
يعني في ابحاث اتعملت في استراليا، فنتائج الابحاث دي بتقول ان سمكه القرش بتشم نقطه الدم 100 لتر ميه. لما رياضيا لقوا ان القرش بتستطيع ان هي تشم ريحه الدم من على بعد 2 ميل بحري، يعني حوالي 3 كيلو. جميل. اللي متعور او السيدات في الفتره الخاصه الشهريه بتاعتها ما تنزلش البحر، لان الروائح دي بتجذب القروش. احنا من الافضل ان احنا نتلاشى الموضوع ده افضل من اننا نشوف او نتعلم ازاي نواجه الحيوانات. تمام، سمعنا من حضرتك النصائح الخاصه بالتعامل مع الحيتان. نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود معاطي، مدرس الاحياء البحريه بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقه.